بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكسل 2016 بروجكت 5 والسؤال رقم 6 بيقول لي زير is a problem with the cell the all of the customer zip codes each zip code should begin with 0. لازم الزيب كود ده يبدأ برقم 0. make the necessary change to fix this problem. هعالج هذه المشكلة. هنيجي هنا نفتح الاكسل هو ده. هنكبر الخلية دي الأول شوية كده. المفروض أنا عايز أحط زيرو, فلما هاجي هنا وأكتب قبل الواحد ده وأكتب زيرو وأدوس إنتر, هو شايفها رقم فهيشيل الزيرو. فلازم الأول أحول الأرقام ديت لتكست, أعمل سيلكت للعمود ده كله أو أعمل سيلكت للخلايا بتاعت دي كلها, الخلايا بتاعت زيب كود دي كلها. بعد ما سيلكت عليهم هلاقي هنا عندي في الجنرال دي, بعد ما جنرال هلاقي عندي هنا طبعا دي كلها عشان شغالة بالنمبر, كلها شغالة بنظام النمبر. وفي تحت هنا سهم يفتح النمبر دي افتحها. بدل ما شغالة بالجنرال هقول له عندي حاجة اسمها تكست, احولها بدل ما جنرال اخليها تكست. بعد ما اختار التكست كده بقت الارقام جت ناحية الايه الشمال, واجي عند الواحد دي واروح دايس زيرو قبلها. طبعا همشي واحدة واحدة, واجي قبلها واروح حاطط زيرو, واجي برضو قبلها واروح حاطط زيرو, واجي هنا قبلها واروح حاطط زيرو, حاطط زيرو في اتنين. وانا ممكن يبقى في طريقة تانية اسهل بس انا مش عارفها دلوقتي عشان مش في واحدة واحدة كده. واحد بتاعنا كده هنا كده نمبر ستورد اس تكست اجنور ايرور, المفروض نقول له اجنور ايرور اتجاه الخطا فيهم كلهم. بقى سهل يجي بقى هنا ونحط برضه هنا زيرو, ونيجي هنا ونحط برضه زيرو, ونيجي هنا نحط برضه زيرو, ونيجي هنا نحط زيرو, ونيجي هنا نحط زيرو, ونيجي هنا نحط زيرو, ونيجي هنا نحط زيرو. طبعا في معادلة ممكن كنا نعملها بس هبقى عندي في عمود تاني. زيرو 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 زيرو, بس لو انا عندي 1000 خلية طبعا مش هعمل كده. عندي 1000 خلية همشي بطريقة تانية خالص, هعمل عمود جديد واضيف عليه الزيرو واقول العمود ده بيساوي العمود دوت عشان اضيف الزيرو. دي الطريقة الايه الاولانية اللي كنا نمشي بيها. نحفظ. طيب بعدين بقول لي resize the column of the worksheet so that all of the column labels in the service calls list are displayed internally. عايز يكبر الأعمدة. resize columns of the worksheet so that all of column labels in the service calls هيسلم كلهم يبقوا ظاهرين معايا. هنمسك كده العمودة بتاعتي كلها, نعمل دبل كليك عليها من هنا, دبل كليك هنا, ريسايز كل واحدة دبل كليك عليها. طب ممكن نعمل سيلكت من أول هنا كده لغاية الآخر هنا كده, نروح عاملين دبل كليك كده يعمل سيلكت يكبرهم كلهم, يعمل انتر رينج ليهم أو يكبرهم في الحجم بتاعهم يعني. طيب بعدين resize the column of the worksheet all column labels in the service calls list are displayed internally. The formula in cell L5, في معادلة في الـ L5, نشوف L5 دي, نقفل بقى ده مش عايزينه. L5 دي المعادلة اللي هي G5 ناقص I5 مضروبة في 24. G5 اللي هي 9.5 ناقص I5 اللي هي 8 مضروبة في 24 عشان يجيب الوقت ending time, وقت نهاية المكالمة وده وقت بداية المكالمة. start هو بدأ الساعة 8 وقفل الساعة 9.5, بدأ الساعة 8 وقفل الساعة 9.5, المفروض وقت المكالمة 9.5 محسوبة كده غلط. طيب بيقول لي ايه is not correct غير صحيحة. calculating
the number of horse 4. عايز صح المعادلة دي. المفروض انا اقول له ايه هنا؟ المعادلة دي بدل ما بتساوي جي 5 هيقول له جي 5 ناقص اي 5 بقت 9:30 صباحا ناقص 8 صباحا هتجيب له 67 دي مضروب في 24 مضروب فين؟ مضروب في 24 عشان نحولها لايه؟ لعدد الساعات. هي المفروض دي ساعة ونص وعمل جي 5 9:30 ناقص 9:30 ناقص 8 جي 5 ناقص اي 5 بجامعة 7 دقيقة قول ايه the formula in cell L5 is not correctly calculating the number of horse for each several service call. Fix the formula so صح المعادلة so that it multiplies the difference between the starting and ending time by 24. طيب لو احنا جينا هنا وقلنا له هتساوي بدل ما جي 5 دي هنخليها دي اي دي نخليها اي ودي نخليها جي طيب هي كانت معمولة صح بس ليه ضرب 24 نرجع تاني كده هو ليه ضرب 24 طب لو احنا لغينا كده لو نقدر هتساوي هتساوي 60 مية 9:30 ناقص 8 بس الكلام ده كله هو المشكلة هنا ان هو ضرب دي في 24 فبقت المعادلة غلط لها بقت اللي هي الاي 6 هي المضروبة في 24 عشان نعالجها هنقول نفتح قوس هنا قبل اللي يساوي ونقفل قوس قبل علامة الضرب يبقى كده جي 6 ناقص اي 6 مضروبة في 24 الاولانية دي كده اي 5 تفتح القوس بتاعها ونيجي هنا نقفل القوس بتاعها مضروبة في 24 يطلع لي 51 دقيقة يعني كده ساعة ودي ساعة ونص مش واحد وخمسين دقيقة ساعة ونص لان 9:30 8 يبقى ساعة ونص طبعا دي عايزين نكررها فيهم كلهم هنضغط عليها دبل كليك كده او نسحب كده هلاقي بينزل لي المعادلة دي اوتوماتيك تنزل في كل المعادلات اللي بعد كده 17:30 ناقص 16 بقت ساعة ونص 9:30 57 71% وهكذا طبعا لو دوست على السحب النقطة السوداء دي كده دبل كليك عليها اوتوماتيك يعبي لي كل الخلايا بتاعت المعادلة بتاعتي يعني لي اوتوماتيك كل الخلايا المعادلة بتاعتي طيب بعد كده هنعدل المعادلة نعمل كل هنا نقفل كده